قام اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أسيل برفقة عدد من معاونيه بالوزارة بزيارة إلى مدرسة بيجيناش الفرنسية، وذلك بهدف الوقوف على سير العملية التربوية في المدرسة وتشجيع العاملين بها، كما حث التلاميذ على الاهتمام بالتعليم. تقرير محمد الأمين أحمد. بهدف تفقد سير العملية التعليمية في المدارس العامة والخاصة، جاءت زيارة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي محمد أصيل إلى مدرسة بيجيناش الفرنسية، وذلك ضمن أنشطته الرامية إلى تشجيع المؤسسات التعليمية والطلاب على الاهتمام بمواصلة الدراسة. وعقب وصوله إلى المدرسة استقبل من قبل الإداريين بالمدرسة وبعض من الطلاب الذين يحملون الأعلام الوطنية، كما قدمت له حمامتان رمزا للسلام والمحبة، حيث بدأت المناسبة بتقديم النشيد الوطني، ثم تلته كلمة الترحيب التي قدمتها إحدى الطالبات شاكرة الوزير على هذه الزيارة بقولها: نحن فخورون اليوم بهذه الزيارة التفقدية. في كلمتها مديرة مدرسة بيجيناش الفرنسية كولون مارسيل مرحبة بالوزير، إضافة إلى تقديم لشرح مفصل عن المدرسة وسير التعليم فيها. ومن جانبه وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مدح في كلمته أسرة التدريس والقائمين بشأن المدرسة والإداريين وتفانيهم لتوصيل الرسالة التعليمية أبناء البلاد. جينا نشجعهم في أي شيء أو أقبلوا شيء، ناس دول عندهم بذلوا جهد صحيح مثل ذاتهم ما شفتوها الساعة الأيال اللي قاعدين هنا ده، تدريبهم كويس، تعليمهم كويس، عشان كده جينا نشوفوا شنو هم قاعد بسوء أديل، شنو ما بسوء أديل، وجينا كان نشجعهم عشان يمشوا قدام ويستمروا في الأمل ده. كما وقف الوزير باكتشاف مواهب الطلاب والتلاميذ المبدعين وأثنى على إبداعهم خاصة في فن الكتابة. وتخللت زيارة الوزير إلى المدرسة مما أتاحت له الفرصة لزيارة المكتبة العامة للمدرسة وقسم لتأهيل الطلاب في الحاسوب، وشملت الزيارة بعض من الفصول لتفقد سير العملية التعليمية والتي رحب فيها الطلاب بالوزير والوفد المرافق له، علما بأن مثل هذه الزيارات التفقدية للمدارس تسهم في سير العملية التعليمية في البلاد وتغرس في نفوس التلاميذ الاهتمام بالتعليم لضمان مستقبل بهيج.